اهلك عم اهلك. اي خلصنا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك بكله من عناية. ضلت تجرح لي تجرح لي تحرقت ايدي. سلامتي تيتا. الله يسلمك حبيبتي. لا بعد ما نزلت كارين؟ ايه كارين. لا كل هالتاريخ وبعد عينينا. لا 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 وعيت بس عم تلبس لتنزل. ايه عم تلبس لتنزل ولك اخ منك اخ حرقت ايدي ولفيتهم وهي بعد عينينا. شو هالصريخة عملك الصبح؟ تيتا حرقت ايديا بالمي السخنة. عن جد؟ سلامتك تيتا. الله يسلمك حبيبتي. موجوعة؟ شوي موجود. ها شرف. شو في على بكره الكل مجمعين؟ والله عم نلعب فوتبول هون بالصالون. ايه بتصدق هون بالصالون. بتطلعوني معكم؟ ليك 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 طلع فيهم. لك هودي اشكال لعيبه هودي طلع فيهم لتشوف. تيتا حرقت ايديا. شو بدك بيجي؟ نولع على التيتا؟ نعملها هبوله هون بنص الدعم بنزقف. ايه حرقت التيتا. وشو هالعالم يتصوروا حد التيتا؟ بيجي الا شي للتيتا. طيب رح اقول له تيتا شو كان بدك بسلق الباب؟ ما كان احسن لك تبقى ببيتك وبلا هاللبكه كلها؟ بيجيبوا هيك سامع صحن الطاير تيتا؟ بيي شو قلت لها يعني انت شو جبت الدب من دايلو؟ لك الا الحمد لله على سلامتك بس كلمه بس الحمد لله على سلامتك اذا محروقين تيتا. بونجور. بونجورين. هلا لفيتين. ايه وشو عندي؟ ليش شو في؟ تيتا حرقت ايديا بالمي السخنة. بس؟ شو؟ سمعتها يا فادي؟ سمعتها يا امي رؤيا كارين طولي بالي. منيح كنتي بس عم تسلقي بيت حماتي، منيح ما كنتي ما عم تعملي لنا شوربة وقررتي تدوقيها، كنت حرقت لسانك. سمعتها يا فادي؟ سمعتها يا امي رؤيا كارين. طيب بدكم شيء؟ لوين؟ بدي انزل على السوق، موسي على كم غرض للولاد بدي روح جيبهم. هلا حبكيك يا غريب ما طلعت شو عنا عنا مصيبة. شوفي شوفي ما في شيء. امي هنا ايديا وين رايحة؟ شو بدك يعني اعمل؟ بقعد مدفخ عليهم لايديا؟ شو؟ سمعتها يا فادي؟ سمعتها يا اولاد يا كريم بلاها بلاها قصة الغراض هلا. لا يا حبيبتي جيبي لك كباية ماء. اوكي تيتا. الحمد لله على السلامة يا امي، منيح اللي انقضت على هيك. الله يسلمك. ما بعرف شو صار معي دقيت بالطنجرة اندلت المي على ايدي. هيدا درس الكم يا اولاد لتتعلموا انه لما نكون حاطين مي سخنه جوا على الغاز او عم نقلي شي بزيت ما تروحوا تلعبوا حد الغاز ولك حتى الكبار عم يحرقوا ايديهم. ايه ان شاء الله تكونوا تعلمتوا. ميرسي حبيبتي. عنك عنك يا حبيبتي شو فيها؟ عنك الحمد لله على السلامه. الله صحتين صحتين. سلم ايديك. الله يسلمك. وهلا صار لازم توصلني على البيت. لا لا شو وصلك على البيت؟ لك امي طلع بحالتك، ليش انت فيك تشتغلي بالبيت، فيك تدبر امورك، فيك تسيسر امورك. فيا يا فادي فيا تسيسر امورك. كيف فيا؟ ما تطلعي فيا يا عمي مش قادره تحرك ايديا، كيف بدها تمشي بالبيت، كيف بدها تتحرك، كيف بدها تنظف، كيف بدها تاكل؟ ما تعطي الهم، بضلني بدبر اموري. لك لا يا عمي، لا طولي بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله، بدي تبقي يومين عندنا هون بالبيت. قالت لك بتدبر امورك. يا عمي شو بنتركها بتروح بتموت؟ لك شو بدك تاكل؟ شو بدك تشرب؟ كيف بدك تطلع بايديا؟ شو بدك وصاخ وانشا بتاكل؟ امي معلش هلا انت اذا بقيتي عنا كلنا رح نكون مبسوطين، شوفي اكثر شيء الاولاد رح يكونوا مبسوطين، مش هيك يا اولاد؟ نايا بس رح تنبسطي اذا بقيت التيتا هون مش رح تساعديها؟ لك علبة شوكولا علبة انا بساعدك. يا حبيبة قلبي انت قبريني انت يا نايا، انت الوحيدة اللي طالعة لستك حروني. فادي؟ نعم. أنا طالعة على الأوضة. الحقني. عايزتك. كلمتين. صبرك معي. هلا أمي يومي مش مبسوطة إنه إذا رح تبقى عنا؟ أكيد. بس لو ما كنت حارقة إيديك. يا حبيبتي يا يومي، هل قد عتلاني هم التيتا؟ لا، بس كنت طبخت لنا هاليومين. اشو يومي ولو يا شوف كريم كريم اللي اكثر واحد مبسوط انك قاعده بيناتنا. كريم الا لتيتا مبسوط انه موجوده معنا. انا؟ ايه
انت يا رجال البيت. انا يور سان. بوجود تيتا ومام مع بعض انا شايف رح تترحم على السيسان. ويلكم تو ذا جانجل تيتا. شو قال؟ ويلكم تو عم بقول لك يعني بالانجليزي اهلا وسهلا فيكي بهالبيت. لا بهالخابر. شو عملت؟ ولك شو عملت؟ شو عملت؟ يا حبيبي شو عملت؟ شو عملت؟ كيف بتعمل فيي هيك؟ لك كيف بتعمل فيي هيك؟ كيف؟ لك كيف بتقلها هيك؟ كيف؟ لك يا حبيبي لك خمس دقايق لك ما سمعتني ولك كيف؟ لك يا حبيبي خولي بالك امي حرقة ايديا. لك تحرق ايديا، لك تحرق ايديا وتحرق اجريا ولسانها يا رب. لك طولي بالك ايديا مربطين ما فيها تحمل كباية المي، بدي ابعتها على بيتها ما عندها حدا يساعدها. ولك ما يكون عندها حدا يساعدها بتقوم بتقلها خليك عنا. ولك بتقلها خليك عنا. لك ربي صوتك حتشخصينا. اخر همي خليها تسمع بلكي بتحس على دمها وبتفل. لا هي عمي طولي بالك خلص طولي بالك. ولك يا حياتي كله يومين خليها تقعد يومين بس يرتاحوا ايديها. شو يومين؟ لك شو يومين؟ ولك امك هي وباحسن حالتها وما بيكون بهالشي وما بقدر اتحملها دقيقتين. هلا هي ومربطين ايديها ومحروقه ومدفوسه بدي اتحملها يومين؟ 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 معلش يومين معلش. لك يا حياتي طب اعتبري هلا امك لا سمح الله صار لها زيت الشي لا سمح الله وقررت تبقى عندي هون بالبيت لا سمح الله ما كنا عملنا زيت الشي معها اكيد. اوعى تقول عن امي اوعى تفول عليها اوعى. طب ما زين هيك يا حياتي معلش تحملي لي امي يومين معلش لك يا كرون جربي يا قلبي. ليك فادي بتفهمها لامك انه نحن بهيدا البيت عايشين مثل ما نحن بدنا مش بدنا نعيش مثل ما هي بدها. فهمي فهمي من هالنعي فهمي. حال لوين؟ رايحة مدفوسي رايحة على الصيدلية. على الصيدلية ليش وبك شيء؟ رايحة اشتري ادوية. لا بك شيء؟ هلا لا بس بعد يومين من بعد ما تفل امك بدي صف ادوية اعصاب فبدي اجيبهم من هلا بلش فيهم. عيدهم بأية حال او تعيدوا. شو رايحة؟ ايه حماتي؟ رايحة على السوق؟ بدك شي؟ لا بس كان بدي اسألك شو بدك تطبخي اليوم للغدا؟ بكير بعد على الغدا. وشو ناطرة لتقرري؟ لتصير الساعة 12 ويصير وقت الغدا؟ 12؟ ليش مين بيتغدى الساعة 12؟ لا ساعة بتتغدوا مش قبل التنتين ثلاثة. تنتين ثلاثة وأي ساعة بتتعشوا؟ لا حمادة بهيدا البيت ما بنتعشى، بهيدا البيت كل واحد بجوع بقوم بياكل ساعة يلي بده، ستة سبعة ثمانية كل واحد على ذوقه. شو؟ أنا رح أمشي حمادة، بدك جيب لك شي معي؟ إيه بس ما قلتي لي لوين رايحة؟ رايحة على الصيدلية. آه على الصيدلية، إذا رايحة على الصيدلية بدي تجيبي لي معك غرض. شو؟ دواء اعصاب. بتعرفي شو حماتي؟ انت ما بدك دواء اعصاب، رح جيب لك معي منوم. ولانه بخدرك وبتبطلي تحسي بالوجع، ولانه بتنامي وبترتاحي وبتريحي. اشو؟ فادي! فادي! شوفي دمك شوفي خال هلا خدنا على البيت. لا لا يا عمي شو تروح على البيت وإيديك هيك طولي بالك. لك يا عمي ولك كيف بدك ياني طول بالي يا فادي كيف بدك ياني طول بالي؟ إذا مرتك هلا تركت البيت بكير عبكت الصبح ونزلت على السوق قبل ما تعمل غدا. لك يا عمي مع كارين نزلت على السوق كرمال تشتري غراض لتحضر الغدا. إنه هلا عم تستلمني يا فادي فكرك انه انا مش عارفة انت كيف عايش بهالبيت؟ لا لا عن جد امي عم بحكي مزبوط كارين نزلت تجيب الغراض لتعمل غدا. لك فادي انا هلا قررت اني ابقى هون عندك بهالبيت لشوف كيف بدي صلح لك عيشتك انت وعيشة هالولاد المعطرين. اهلا وسهلا فيك يا امي بس للحقيقة يعني انا مضطر روح على الشغل امي تأخرت. على كل حال أنا مش تركك هاد في الولاد هون أحسن ما تضلك وانت عزبي طالعة ونازلة. إذا عزتي شي دغري عايتيلن هن بيخدموك بعيونهم يعني هن بيقتلوا حالهم لا يخدموك يا أمي. أنا شو بدي ما بدي شي. طيب يلا بخاطرك
رايح؟ ايه رايح السن؟ ايه مع السلامة. بس كيف رايح بلا شنطتك؟ ليك شفتي؟ ما يا امي ما صرخت انت على عشة نسيت الشنطة فوق، راح اطلع جيبها واتسهل على الشغل، يلا بالاذن. لك لشو لتتعذب وتطلع لفوق؟ عيط لحدا من الاولاد اني اقول لك اياها. ايه والله معك مضبوط مضبوط عم تحكي. ايه اولاد يا اولاد، كريم نايا يومي اولاد يا جماعه يا قوم يا شباب. قلت لي ما تعذب انت، عيطي لحدا من الولاد دغري بينسالوه. اولاد يومي يومي. شو باب؟ شو باب؟ بيي ما سمعتيني عم بعيط لك الي ساعة؟ بلا وجيت. شو بدها؟ شو بدي بيي؟ كان بدي تنزلين الشنطة من اوضتي انت ونازلي لها. هلا معيط لي من فوق لانزل وارجع اطلع اجيب الشنطة؟ لا يا بيي، انا عيطت لك لقبل ما تشرفي حضرتك من فوق تمرقي لعندي على الاوضه تجيبي لي شنطتي وتنزلي. ايه بس انا هلا نزلت. إيه شو نزلتي بيي؟ شو يعني؟ شو بدك هلا؟ ارجع اطلع اجيب لك الشنطه؟ سيبالوجيك يومي ونعم التربيه. كريم بعده فوق، قل له ينزل لك الشنطه. كريم يا كريم، اجى المنقذ. عيطت لي؟ شو قولك بيي؟ عم بسالك. لك عيطت لك اكيد، لشو جيت لك انا؟ طب خير شو في؟ شو في بيي؟ كنت بدي لك نزل لي شنطتي نسيتها فوق بالاوضه. شو بدك؟ عن جد هلا؟ ايه عن جد. شو؟ انه من كل عقلك هلا عيطت لي تارجع اطلع جيب لك الشنطه من اوضتك نزل لك اياها؟ بيي! لك شو هالعيلة هيدي؟ لك بيي انا عيطت لك قبل ما حضرتك تشرف لهون تقول لك نزل لي الشنطه من فوق. افتح تمك لشو افتح. نعم افتح افتح. لا دشم دشم. رحت؟ شو في خير؟ شربين شي؟ لا بيي ما شربين. لا عم تسأل؟ لأنه صار لك ساعتين عم تحكي وبعد ما فهمت شي عليك. شفت؟ أنا هيك صار معي زيت الشي. نعم ونعم التربية. على كل حال ما بقي فوق غير نايا، هي خليها تنزل لك الشنطة. نايا يا نايا. شو؟ شفتوا؟ لك هيدي بنت الوحيد اللي فيها دماغ بالبيت، تفضلوا، نزلي، اجت قعدت قلت لي ليش عيطت لي؟ لنزل لك ولا طلع لك، هيدي بعدها فوق، لك هل بتفهم بيناتكم؟ نايا حبيبتي جيبي لي شنطتي من الأوضة. لشو؟ نسيتها بدي أروح على الشغل. ما ليش بدي أنزل؟ شو؟ ونعم التربية. قلت لي تركني بامان، واذا بدي شي ما اتعذب واطلع لفوق، عيط لهم للولاد دغري بينزلوا. ولك اخ ما حدا معذب غيرك بهالبيت يا فادي. بتعرفي شو امي؟ قومي ماشي معي. لوين؟ لعندي على الشغل، هيك بضمن تضلك طيبه لعشيه. يا فتاح يا رزاق يا عليم يا كريم، انه الواحد ما بكفي مشاكله بالبيت، المشاكل لحقته على المكتب. صباح الخير يا شريك. اهلا وزي يا صباح النور. خير حبيبي؟ مبين جاي مبكر مثل العادي. خير؟ لك خير يجيك يا فادي. اول شيء اسمح لي اعرفك على السيد ابو نظير. مين؟ ابو نظير. مين ابو نظير؟ ابو نظير هو بيكون المشرف العام والمدير الخاص لابو سمير. مين ابو سمير؟ ابو سمير هو بيكون المدير العام المسؤول عن فقاسة البيض وعن كل اعمال السيد حفيظ. مين بيكون السيد حفيظ؟ السيد حفيظ حفظه الله. لك يا وجيه عجل دقه للمحصى. لك نعم خلصني اللي من النهار عم جيب سيرتهم كلهم، احسن ما ادفنك حد هذا الميت اللي قاعد حدا هون. رؤيا حبيبي رو، تيك ات ايزي يا عزيزي، تيك ات ايزي يا شريكي. انا شريكك تفضل. نعم هيدا الصوت عفوا، هيدا السيد ابو نظير كان المدير العام عند السيد حفيظ صاحب مزرعه الجيش. نعم
وبما انه السيد حفيظ باع مزرعة الدجاج ومحتوياتها ومن ضمنها فقاسة البيض اللي اشتريناها نحن، نعم، فمين برأيك يا فادي أجدر وأكفأ وأصلح من السيد أبو نظير إنه يستلم الفقاسة والبيض والدجاج؟ نعم نعم أطلع عليك يا فادي. السيد أبو نظير صار له 45 سنة بالمزرعة، يعني يا فادي هيدا الزلمة مقصل من ناحية البيض، من ناحية الصيصان، ومن ناحية الدجاج. نعم السيد أبو نظير، تعرف ليش بسموه أبو نظير؟ لا، لأنه عنده نظرة ثاقبة وعنده خبرة يا فادي بفقاسة البيض ما حدا عنده إياها، لا بالسند ولا بالهند. نعم فمشان هيك يا فادي أنا اليوم جاي أنا والسيد أبو نظير لعندك بصفتك شريكي حتى نشوف كيف بدنا نوظفه للسيد أبو نظير على فقاسة البيض. نعم 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 شو بيك يا فادي؟ يعني نعم نعم شو قصتك يا شريك؟ شو قصتك يا شريك؟ قلت لي يا شريك لا وجهي أنا أنا بدي شركك، شو جنات أنا لتكون شريكي أنت؟ حبيبي ما بدي اي شريك، بدك شريكي اصلا انت اكل شريك حبيبي، قلت لي بدك شريكي ببساطة ببساطة بسهولة كمان بسهولة بسهولة. لا لا يا فادي لا بطل، لا 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 حبيبي لا حبيبي ما اطلع بالعيلة، لحظة 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 ايه شاروق ليك يا فادي. نعم دخول الحمام مش زي خروجه، هلا جاي تقول لي ما بدك تكون شريكي من بعد ما جبنا فقاسة البيض ودفعنا حقها وطلعناها على السطح؟ شو؟ ليك بلا شو بلا بطيخ، بدك تدفع 5000 دولار حق فقاسة البيض. 5000 دولار؟ شو شارين طيارة نحن؟ شو فقاسة البيض حق 5000 دولار؟ شو 5000 دولار؟ ليك يا حبيبي ولا فكرك انه نحن جايبينها ببلاش؟ صحيح انه الزلمة سيرنا فيها ودفعنا شوي قليل بس هي حقها اكثر من هيك بكثير. يا وجهي انخذ هذا الميت لحدك والا رح ارتكب جريمه هون وتصير انت وياك 5000 شقفه. لك يا فادي ال 5000 دولار حق فقاسه البيض بدك تدفعها، يعني بدك تدفعها، وابو نظير هيدا الماشي اللي امامك بده يتوظف على فقاسه البيض، يعني بده يتوظف على فقاسه البيض، والا يا فادي والا بجرجرك على المحاكم. شو؟ لك يا باش بس على المحاكم يا فادي، ولكن انا بضل ملبس عندك هون صبحا ومساء. شو ناسي يا فادي؟ ناسي؟ لك قبل ما نكفي الحديث انت عامل عقد معي. عقد؟ نعم وانت محامي بتفهم بالاصول، والعقد لا ينقض الا العاقد. نعم شو ناسي انك انت مسجل لي هون على الفويس ريكوردر يا فادي؟ اسمع خليك معي. بدي شربل. نعم. صار واعترف اني رح شارك هيدا الفنجي بفقاسة البيض. من هيدا الفنجي؟ بالخواجة وجهي. نعم. سمعت بدايتك يا فادي. اسمعنا. اوكي. اسمعنا ما تاخذنا. طيب عاد لك يا وجهي طول بالاخي. هلا بس تروح لعنا على البيت نبقى بنحكي بهذا الموضوع قدام العالم. يا عيني عليك يا عيني عليك. هيك بيحكوا الشركاء العاقلين. مبروك. لك وجهي. نعم. يا خي شو هذا ابو نظير ما بيحكي؟ لا هيدا بصوصي. نعم 45 سنه يا فادي بالمزرعه، شو بدك يعني؟ يدرغيل بصوصي. بس صح كبير. شو حماتي؟ بين بعدك عنا؟ ايه بعدني هون ناطرتك. الا اذا بدك ياني فل. لا ما ضروري تفلي، بس طلعي ارتاحي لك شي شوي، نامي شي نتفه. لا ناطرتك لنشرب قهوه انا وياك. ليه بقى ما شربت قهوه؟ لا والله. ليه؟ لانه ما فيني اعملها، ما ايدي مربطين. ناطرتك انت تعمليها. اوكي رح اعملها، بس تشرب القهوه وبتنامي. ايه بحبها ساده. اوكي. وبس تغلي تقلب علبتين. اوكي. والبن تقيل ولا اتقل من هيك. بدك جيب لي كل ركبه وانت تعمليها هون؟ لا ما فيني اعملها انا، ما فيني لقمها ايدي مربطين. لك اتركيني انا لقمها حماتي، ويا ريت بتربطي شي تاني. ليك وبس تجي ما تنسي تجيبي لي معك كبايه مي. إذا ما بخليها توقف قدامي ليل نهار تخدمني سنكتا، إما بكون اسمي سلمى.
كريم الله يستر. ايه حياتي؟ شو يا قلبي؟ نعم؟ ايوه اعملي لها فنجان قهوة لأمي. ايه شو فيها؟ هلا تبدلك يا كريم؟ لا يا حياتي طولي بالك، حرام هي لو ما ايديها مروحتهم كانت قامت هي عملت فنجان القهوة. شو؟ حسيتيها عم تعمل نكاية؟ أعوذ بالله، أمي بدها تعمل نكاية كبر عقلك يا عمي. لا يا قلبي لا، بس موجوعة موجوعة إياها بس. لا لا حياتي لا، من حكياتها حسيتيها. لا لا يا قلبي لا، ولو أمي بدها تعمل كيي كبر عقلك لك يا كرون. إيه حياتي؟ لا لا مش مأخر بالشغل، بدي شي ساعة بعد. ليه؟ لا تشوفي إذا بلحقها طيبة. لمين؟ أمي؟ إيه لا 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 جاي جاي، لا جاي هلا جاي هلا جاي. لا لا مش شغل هلا جاي. اهلا يا اهلا بأبو نظير، يعطيك الف الف عافية يا عمي. شو هالشغل الحلو هذا؟ شو هالفقاسة الحلوة؟ يعني هلا صار فينا شغل فقاسة ما هيك؟ فيك شغلها بس ولكن بدك كهرباء 24 على 24 ولا بموضوع البيض. شو 24 على 24؟ طيب ليك ابو نظير يعني قديش بدنا كهرباء؟ كم امبير يعني؟ يعني بال 5 امبير بيمشي الحال. 5 امبير؟ يعني بدي أمن هودي 5 امبير. صحيح انه انا هلا سير اخط بس يعني اذا بزيد السحب شوي دغري بنعفش. ابو نظير بلا مواخذ يعني شو وضع الشمس بالنسبه للفقاسي؟ بدك تفقس البيض على الشمس؟ لا لا يا ابو نظير لا لا فهمني غلط، لا ما هيك قصدي، معقول انا فقس البيض على الشمس؟ لا بس قصدي الطاقه الشمسيه. هل فينا نستعمل الطاقه الشمسيه للفقاسي بدل ما نستهلك كهرباء من الموتير؟ ولا يمكن. طيب غاز؟ كمان لا. مازوت؟ ابدا. فحم حجري؟ ابدا. لكن ما في قدامنا الا حل واحد، شريكي. وهالقد بدها القهوة لا بتخلص؟ ولا انا هيك حميتي، باخد وقتي بالشغلة لحتى تزبط معي. ايه ان شاء الله. اتفضلي. ميرسي لك، ان شاء الله تكوني عملتيها مثل ما علمتك. علمتيني انه هي الشغله بدها ليسانس؟ يعني لو واحد يعمل قهوه لازم يروح يسافر على البرازيل يعمل دوره ليصير يعرف يعمل قهوه؟ لا مش على البرازيل، بس مش مين ما كان بيعرف يعمل قهوه. ايه هي شغله صعبه كثير، يعني تحطي لك شويه مي بالركوه تنطريهم ليغلوا وتلقميها كثير صعب. لا المساله مش صعبه، بس القصه بدها ذوق وشطاره. ايه واثنيناتهم موجودين، طمني بالك وذوقي. بس ما فيني امسك الفنجان ما ايدي مربطين. ولا شو تقولي لي اعمل لك قهوه لكان؟ لانه صار وقت القهوه. اذا مصره تسقيني من قهوتك ذوقيني اياها من ايديك. اوكي. لا حرقتيني لسانه. حماتي حماتي بتحبني، وصلت على القهوة. لا مش هالقد بتحبك. لا لأنه القهوة سايطة وملقلقة تلقلو. شو؟ طولي بالي طولي بالي. لا يا أمي ولا شو، كارين بتعمل أطيب قهوة بالمنطقة كلها. دوق حياتي. دوق كيف لك إيه؟ شو العزيز؟ سايطة؟ لا أبدا. ملقلقة؟ أعوذ بالله. تقيلة ما هيك؟ كتير كتير. ميرسي. سمعتي؟ إيه سمعت. طيب ما زال صار عندي فادي يسليكي هلا، لقوم أنا أطلع. لوين؟ اندفس بأوضتي. وقررتي شو بدك تعملي غدا؟ ايه قررت. شو قررتي؟ اطلب دليفري. اشو؟ عيلي يا عسري ميلي. عيلي يا عسري ميلي. يا حياتي في مجال تروقي عأمي شوي؟ أنا ولا هي اللي نسينا بنقط سم؟ هي بنقط سم يا حياتي، أمي دقة قديمة، شو بعمل لك؟ دقة قديمة ببيتها، هون عندي لا؟ خلصينا هلا، شو بدنا نحضر الغدا؟ الأولاد عبالهم بيتزا وبطاطا. إي
امي ما بطيق البيتزا الله خليكي. شو بدك فادي؟ اعملي لها شي يا خانة. انا بدك ياني انا اعمل شي يا خانة؟ حيلها شي مع رز. بدك ياني اعمل حيلها شي مع رز؟ شي مع رز ويا خانة. بدك ياني انا اعمل شي مع رز ويا خانة؟ اعملي رز مع شي ويا خانة. بدك انه انا اعمل رز مع شي مع يا خانة؟ اعملي يا خانة رز مع شي. انا بدي اعمل يا خانة مع رز مع شي. لك ايه؟ اه امي بتحب الطبيخ شو بعمل لك؟ ليك يا فادي نصيحة مني الك ولأمك من بعدك. نعم. هي فنجان القهوة ومن ايدي ما قدرت بلعته. برأيك إذا عملت رز مع يخانة مع شي رح تقدر تبلعه؟ وإذا بلعته هل يا ترى رح تبقى طيبة؟ لا إذا هيك أنا برأيي خلينا على البيتزا أضمن. لأنه هاليومين ما عندي وقت أدفن حدا. هذا المحتال بعده ساكن بهالبنية. مين الست سلمى هون؟ يا مرحبا يا مرحبا. شو مبين بعدك بالبنية؟ وين بدك اقول لك يا ست سلمى؟ سلامة قلبي، مش مروحة ايديك يا ست سلمى؟ حرقتهم بالمي السخنة. سلامة قلبك، وين حرقتهم بالضبط؟ هون كنت عم بسلق بيض للعيد. هيدي اكيد كارين داق عليكي حتى صافيكي هيك. ولك انت اذا فيك شي منيح انك بتعرف المصيبه من وين جايه. ولك تسلمي. دخلك ست سلمى تغديتوا ولا بعد؟ لا بعد. بعد؟ مش ملاحظه انكم تاخرتوا شوي؟ شوي؟ لا قول كثير. طلع سقاسة البيت القديرة لا مأخر الغداء الآن. أهلا بوجيه. كيف صرت يا أمي؟ أهلا بالشريك. شريك؟ بشو مشاركوا هذا المحتاج؟ بابا بشي هذا زهري حبيبي. هلا وجيه. ليك وجيه قوم احكي لي كلمتين على جنب لحقنا على المطبخ. على المطبخ اقعد لحقينا على المطبخ يا فادي. اعطينا هالغرض. اي غرض؟ الغرض ولا نسيت؟ لا ما قلنا بعدين بنحكي. وهلا انسب وقت حتى نحكي، مش هيك ست سلمى؟ عن اي غرض عم بيسالك هيدا المحكي؟ ماشي روق يا وجهي. طول بالك. ست سلمى بتحبي سمعك شيء على السلولار كتير 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 حلو؟ وجهي بعدين بنحكي. لا طول بالك. الغرض فهمنا الغرض. لك شو بده منك هيدا المحتال؟ خليني اقول له. لا انا رح لا لا خليني اقول له. لا بقول له اذا بدك. واجي حاطط عندي غرض بدي اعطيه. ايه بس ليك انتبه له هيدا الحرامي، هيدا بيسرق خياله. اشو؟ بالاذن انا طالع ارتاح شوي. ايه هلا بس يحضر الغدا ما عيط لك. الدليفري انت السيدي. دليفري يلا ناولنا لنشوف. كان فيك طول بالك انت لتكون طلعت. يا حبيبي ما كنا حصلنا على شيء. ست سلمى خلص. تفضل يلا. ساعة هذه 1250 دولار. شو 1250؟ حبيبي حق الفقيس البيض 5000 دولار. شو نسيت شو قلت لك بالمكتب؟ ما لانه قلت لي هيك بالمكتب حبيبي. ما طلع لك يا وجيه. ايه؟ انت لما قلت حق 5000 دولار فقاسة. نعم. يعني اكيد حق النص 2500 دولار لك انت وجيه. وبما انه انا شريكك فلازم ادفع النص، يعني رح ادفع لك 1250 دولار وبزيادة على رقبتك. تعرف يا فيشي؟ نعم. أنا يوم عن يوم عم تزيد ثقتي فيك. بعرف ليش؟ ليش؟ عم بعتبرك أنا أهم محامي بلبنان وبالمهجر كمان. تفضل. هيك شو؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال. متى بدنا نبلش بالشغل؟ ما قريباً بس لنأمن الكهرباء. أي كهرباء؟ شو أي كهرباء؟ كهرباء للفقاس يا فادي، ولا فكرك انه هيدي بتشتغل على الطاقة الشمسية ولا على الغاز ولا على الفحم الحجري؟ لا يا حبيبي هيدي بدها كهرباء 24/24. يعني بدها نشترك بالموتور 5 امبير. يعني ادرك على 100 دولار 5 امبير ب 100 دولار؟ لا متى نحصل على 50 دولار يا فادي؟ ما انت شريك مش هيك يا فشيل؟ تطلب مين لتحصل على 50؟ يا عيني عليك. انا اهم محامي بالبلد ولك انت اهم شبيح بالبلد. اهلا حبيب قلبي. مش الحال؟ ماشي الحال بس بعد في شيء كثير مهم. خير
يا حبيبنا فقاسه دفعنا لك حقها، كهربة موتور دفعنا حقه، وشو بعد فيه؟ في ابو سمير. مين ابو سمير غير ابو نظير؟ هيدا شيء وهيدا شيء. ابو سمير هو اختصاصي فحص البيض. ايه ما هو بيفرز الصالح عن الطالح. وفز ونفز من هون احسن ما هفك بكس خليك غير صالح للحياه. لك رو يا فادي تيك ات ايزي يا شريكي تيك ات ايزي. يا وجهي شو قصتك يا عمي؟ هلا كمان بدنا ندفع لابو بطيخه ابو سمير قديش بده على الفحصيه ابو سمير؟ يا حبيبي يا حبيبي ليش عم معصب هيك؟ ليش روق شوي؟ بدك روح مصيتك هيك ضيعان يعني؟ لا يا حبيبي مشينا هيك هلا هلا ابو سمير ضروري لهالعمليه لنكمل المشروع. ابو سمير بده يفحص لنا البيض بدل بحطه بالفقاسه حتى نتاكد انه هيدا البيض بده يفق الصيصان. فهمنا. طيب قديش بده بطيخه ابو سمير؟ قديش بده مصاري ليفحصن على الفحصيه؟ قديش بده يعني؟ 100 دولار. نعم 100 دولار بس؟ والله ارخص من فحصيه الحكيم. ايه على الفوج. اي فوج؟ فوج ما كل فوج كنايه عن 250 بيضه يا فادي. ابو سمير بده يفحص هال 250 بيضه. منتك كله 100 دولار. بعد فترة بفقسوا هال 250 بيضة، بدنا نحط غيره، بدنا نحط فوج تاني، بده ياخذ على الفوج التاني 100 دولار وهكذا دواليك. صح والمثل بيقول إذا أكلت كل وطعمة. يعني متفقين؟ إيه طبعًا، مش بدنا متفقين بدنا ندفع، مش أحسن ما يروح اللي دفعناهم كلهم؟ يا عيني عليك. وهي 50 دولار شريك؟ إيه طبعًا زيدوا 200. ليه؟ حق البيض اللي بدنا نحطه بالفقاسة. ولا فكرك يعني نروح نجيبهم ببلاش او نحن اللي بدنا نبيض؟ كمان ليك وزير. انت سامع بجحا؟ اكيد بتعرف قصه جحا بتجاره البيض. انا اللي بعرف. اي والله ليك وزير طبعا. اي والله لا تخلي العالم يترحموا على جحا. تعمل لك يا حياتي شو ان شاء الله عم تاخذي دواء للاعصاب؟ ما تعطى معي فادي. لك ليش بعدك سهرانه لهلا؟ انا اوصل لك بيتزا لامك وما تاكلهم؟ لك حرام امي حرق ايديا، امي مربطه ايديا. ولك فلقنا مربطه ايديا، ولك فلقنا حرق ايديا، فهمنا فهمنا فهمنا. ليك فادي بكره الصبح بتاخذها لامك على بيتها، احسن ما تبطل مربطه ايديا، تصير مربطه ايديا وراسها كمان. لك يا حياتي كلهم يومين وبيقطعوا. ما راح يقطعوا. يا حياتي كرمالي معلش طولي بالك. يومين فادي يومين مش اكثر. خلص يومين. لك انا كارين رزقلها اصل لها البيتزا لامك وما تاكلهم. معلش شو صار يعني طولي بالك، خلص طولي بالك. ما تاكلهم. طولي بالي انا العظيم طول بالي. لوين؟ رايحة طلع امك. بركي ناقصها شي مخدية تانية عوجها. عوجها لك كارين دخيلي. لك عم بمزح، نازلة سفة الدواء بالمطبخ، نازلة بلعز اشرب مي لحتى اندفت اخذ الدواء. انا خايف على امه. هلا صحيح نازلة تاخذ دواء للاعصاب لتروق، بس كارين لتروق لازم لها رميا بالرصاص.
العمارة حمومت من الجوع. هالشو بدها تغديني بيتزا وانا هيدي بيتزا ما فيدي اسمع باسمها المحل اللي اكلتها هونيك لقمتين لسديت جوعي. بعد شو العشاء هونيك نتفه خضره بسموها السلطة والجبنه بهالليل كثير منيحه بتسدد لي قلبي هيدا. يلا يلا لقوم حدا لقوم فل قبل ما حدا من الولاد ينزل على المطبخ. هيك عم تضحك علي يا حماتي مستهبلتني قاعدة عندي أكل شارب نايمة عم تستهبلنا بتقلي حرقة ايديا ولك بفرجيكي ولك بفرجيكي ولك لخليكي تاكلي سم بالهاري يا حماتي. وين حطيتها نايا وين حطيتها نايا؟ ولك لخليكي تندمي على الساعة يا حماتي. طب شو تأخرتي حياتي؟ ايه ومشي الحال؟ بعد بس الهيئة رح يمشي. الحقوني بلك الحقوني فادي حي حي مشي الحال. شو حي حي بأوضتي هون حي في انا بالأوضة حي خليك هلا هي بتجي. شو بدي خليك ولك الحقوني الحقوني ولك شو بيك مبين بعدك قاعد قوم شوف شو بدك تعمل. حي ولك ايه حي بالأوضة ولك قوم حج قاعد. شو حاملي بإيديك يا حماتي؟ حاملي مش شايفه شو حاملي يعني بدك اياها تجي علي تقصني بدون اضربها ضربه هيك محسلمه خاف امي يعني ولا حماتي هيئتن ايديكي ما بهن شي هيئتن بطلوا عم يوجعوكي ما عم بتطعميها وتغنش فيها وتشربها وتشتشها وبس قوم 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 بلا ما تروح تقتل الحية خدها لأمك وصلها على بيتها هيك هيك ايديا ما بهون شي وبعدين عنا بالبيت وبأوض النوم في حيية أمي مع انه بدك للصراحة هي أول مرة بشوف حية هربانة من أختها. هلا لك شو يا شريك صار لهم هالبيض بالفقاسة أكتر من شهر وبعد ما فقسوا لك بتكون هالفقاسة منزوعة. لا شو لك البيض منزوع كمان. لا شو لك لا يا أبو نظير مقود ضو شوي زيادة على البيض. اه شو صار انتجعوا البيض؟ لا انسلقوا. لحظة ألو كارون ليك حياتي ما بقى تسلقوا بيض. ليه؟ لأنه صار في عندنا بيض مسلوق مش بس لهذا العيد نو للعشر سنين اللي جايين.